شلونك شباب؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ فيصل صلى الله معاكم اليوم جايب لكم مقطع حق لعبة سباي وذا دراجون. سباي هو لعبة على البلاي ستيشن 1 هذه. على الموسيقى. اليوم بلش اللعبة ان شاء الله. تختيم حق اللعبة. في وايد اجزاء طبعا جربت اللعبة توني انا هذه. فاني احسن. هاي لعبة سباي نزلت عام ماي كم؟ تسعينات زين على البلاي ستيشن 1. في من ثلاث اجزاء سباي 1 و 2 و 3. راح نختم سباي 1. تبون 2 و 3 عاد بعدين نذكركم. هاي قصة اللعبة عاد تشوفوها. It's been peaceful here in the five worlds, or is it six, for a dragon's age? يعني أمان ما يقول. 12,000 treasure, or is it 14,000? في كنوز ما يقول. What about this Ganasty Gnorn character? ما عن الجناستي. He's found a magic spell to turn. سيلقى عليكم سحر مش كويس. Nasty Gnorn is a simple creature. ها. He has been contained in a remote world. يقول هذا ما يمثل اي تهديد الساحر هذا لا تأثير يقول ها شو تقول انت عطى السحر هذا فعله شلون يعني يعصب سحرهم كلهم حولهم تمثالات اوكي تماثيل زين اليوم راح نلعب اللعبه ان شاء الله هاي قصه اللعبه واحد تنانين هيطوا على ساحر قام وحولهم تمثال اكستنجز اوكي مثلث ما سوى شيء قد قرب شاشه مثلث طالع من يسار اوكي دائره نار ومربع ينطح انطح هذا انكسر اوكي ثانك يو فور ريليسينج مي سبايرو فري 10 دراجونز ان ذا ارك قول شكرا على تحرير يا سبايرو هناك 10 تنانين محبوسين وات ابا ناستي نورك اي ام جوين افتر هيم فاين دراجونز فيرست ذاتس اول اي كان تيل يو قوله القى 10 تنانين اول بين روح تاوش مع الغيال اللي سوى كذي مو تروح تاوش اول الشيء اللي قال هذا 10 تنانين فخلنا سيف من البدايه عشان ما يلا سيفنا هاي سيف طبعا خلاص سيفنا اوكي يجمع الجواهر عشان تشتري قدرات تشتري اشياء كثير ثاني هات النين الثاني اوكي اين ناستي نورك اين نورك القدر سبايرو you have much to learn first do you know what the dragonfly following you is doing his name is sparks and he's helping sparks. And protecting you انا اللي يحميك سباكس and see what I mean قول له هذا سباكس اللي معاك هذا الحشره هذه ولا شو اسمها سيب بالعربي بالكويت طبشير ولا شيء طبشير ولا شو اسمه هاي اللي صوتها عالي لما تطير عرفتوا هاي اللي يقول تحميك عشان طق شنو ذو شو ينحاش تعال ما من عيني تعال وينك انت ليش المتاهه تعال بغى طبعا لازم شو تسوي تنقذ 10 تنانين بالعالم هذا 10 تنانين عشان يمديك راح ضيعت هذا يمديك تروح العالم الثاني كاهو والله شنو منخش مني؟ هذه هو هذه محاولة أو هلس أو وش يسمونه؟ خذ أوكي أبي جواهر عشان أشتري أشياء بعدين الزرقاء 5 والخضراء 2 والحمراء 1 وين هاي مرحلة شوف لازم نروح مراحل عشان نجمع 10 تنانين عشان نروح العالم اللي بعده عرفتوا شلون؟ هاي هدف اللعبة سارق الجواهر تعال هذا يسرق منك جواهر هذا خذ مات شلون ساعة اي هذي حرك شي خليك قدام خذ مات وات سارق الجواهر وبياك اشياء بعد خنطقهم هاي تلف شاشه يمين يسار مو بالهذا بال2 والار2 هاي اقل شيء يلف شاشه يمين يسار انا حكم انا اخليه من النذر انطقهم وانا وديني تنين بعد زين خلنا بطله الحين ثلاثة حصلنا لازم حصل 10 هلا سبايرو تنقز موتة عشان تنقز عشان تطير Falling from high mountain peaks
plummeting into prehistoric glaciers. That. يقول ديك اكس وقلك مرتين عشان تهبط مثل الطير، عرفت شلون؟ علمني حاك يعني. عارف انا. ما يمسيف بعد السالفة. نص الجواهر، تعال. جواهر، كيفها؟ ما شنو هذا قوي النص؟ يبي لك نار انت، ايه، جيب الجواهر. تجمع جواهر عشان تروح حق مستر دبدوب، ما شو اسمه هذا. تشتري منه قدرات، تشتري منه اشياء كذي. مستر دبدوب، يعني واحد ريال دب. زين؟ عنده جنطة وهذا. يسوي اشياء. ها؟ هاي محل هني، نبي نروح المحل هذي؟ عشان نجمع تنانين؟ لا، بروح المحل الأولى اللي هناك عند البيت. اوكي. وين هي هذي؟ فيني جماعة. بعدين مين اخذهم؟ ناخذهم، خلينا نروح المحل عند البيت أحسن، يمنا هذي. بلش من هناك لين هني. يعني يجمع عشر تنانين عشان أروح المدينة الثانية أو العالم الثاني. بس وين هذا قاعد العوالم؟ محصلة شكله من هناك. واحد في المنطاد يوديك من عالم لعالم، عرفت شلون؟ جواهر جواهر جواهر، لازم يجمع. ابي قدرات قدرات واشياء. انتهي تجي وتخاف؟ انحاش وخاف. ها كم تنين تبي؟ يعني يقولك كم تنين يبي هو شباب؟ يقولك ابي 10 تنانين عشان اخليك تسافر ولا ما اخليك. يلا خلاص نجيب لك الشتان اللي ينفع لك. الى المرحله الاولى، يوم المرحله الاولى بس. كل حلقه ان شاء الله مرحله او مرحلتين، ما ادري. اخلي الفيديو طول كم دقيقه بس، طوله 10 دقائق بس ان شاء الله. ان شاء الله يعني 10 دقائق او 12 دقيقه بالكثير او شيء كذي. وين المرحله الاولى؟ كاي خندش اي والله سبايو ايام. انا ما ختمته ولا مره، انا ما اخذت والجز طبعا بالسبايو، لكن لعبته. ما كنت لعبه وايد، ان كان اخواني يلعبون، مو انا العب اكثر شيء. ثاني ون. اوكي. خليني اعمل جواهر اول شيء. مرحلة يعني ما تخرع، توقعت شيء يطلع لي خرع وشيات. خلنا ناخذ ال وفي تيس من هناك، شفتوه؟ شوف هناك تيس. يا تيس تعال. كنت بنقز منه وخليك الضحك. نطحب نطحب متى استاهل، خلينا نجيب نص حقه. تناطح يلا. ايه خذ نطحة نقازية بعد. يلا خلينا ناخذ جواها بس. جو سمو الفراشتي ما يسمونه صارت زرقاء كلها منك. زين ما تكون يخوف شيء ذبحه يطلع منه فراشه. والله تذبح خروف ضفدع ضفدع ما شنو يطلع منهم فراشات ياكلهم هذا ويصير قوي مره ثانيه. كفراش كذا كذا حلو الحين يصير ذهب. شوفوا عشان كل اربع طقات ما ينشم تموت انت، عشان تشي تكون حذر لازم. نكمل. طق منه انت. هاي يعطيك روح صح؟ هاي يعطيك روح. شوفوا عندي ست ارواح الحين. كاتنين زين. بس هنا نهاية المحالة بعد بتراني شنو واحد بس كثير بعد واحد ثاني. محالة تيوس هذي. قولك هذي تردك البيت. اللي هي هذي البورتر ولا شيء. هذي تردك البيت خلاص. سام كيف يجي الانتاج السالفة اثنين واحد بس هني. واحد ثاني خلنا وش صار ما دينا المرحلة وايد صغيرة حيل اصلا. انا منا مرحلة ولا مسوي شي. انا جواها يعني معها كيف في مني دفخة كذا خسارة. خلنا نشوف وين ودي هذا. اوكي لا مو حاسة انا مو حاسة وايد هذي كاتني ثاني. قلت انا نكسر كل الباب. كسر حلو. هذول الغطاسين شوف ما ينكسرون الا بالنطحه. ها
هذول ينكسرون بكل شيء. خذ هذا الواجهة الحين. وين هذا الدب نحصله؟ ها؟ مين يذكر وين الدب هذا نحصله؟ مو حلتين ايش رايكم؟ والله ايش رايكم والله ايش رايكم يلعبنا؟ step on one of their platforms you're saving your progress that could be useful if you run into trouble okay not that you ever run into trouble spyro no I will not into trouble يقول لك هذا هني تسيف عشان توه اكثر ردودك من ال last safe يعني عرفت شلون سوي لك تشيك بوينت تسيف يعني فهذا ينقذك من المتاعب ايش يقول ما دخلنا دخلنا مني منك ما دخلنا شكله تعال تعال تناطح تعال خذ اوه مشعوذ هذا مال شو يسمونه مو اه الحين تيس تيس وين تيس تيس واي وينه نار زين هذا مال شو يسمونه سيد الخواتم صح وينهم؟ وش عاوذ؟ شو يسوي هذا وش عاوذ؟ ويطلق ترى تعال تعال تكشان هذا تكشان تيس ثاني قدك تعال اي اوكي رحت وياه بس انا بعطيك كوي اصلا وجع وجع وش يقول؟ خذ هذه خذ تعال هنروح ايش يسمونه فوق شو وين ودي قفزه لا نهائيه اه بالي يودي مكان قصنا عليه انت يا كده يودي مكان صح خلينا نجرب هنا ها تنين قلت انا شوف شوي يما نحن وايد تنانين والله شلون نحصل 10 هلا صديقي ليش مشغول؟ The longest glide press the X button at the top of a jump and try pressing the triangle button to drop down in mid flight. اها طير دق اكس عشان اكسين عشان يهبط واذا كنت نص الهبطه اضغط مثلث عشان تطيح نفسك عشان تقط نفسك يعني اوكي خلينا نجرب يلا خلينا نروح لماك البيت وخلاص نجرب شوفوا بعدين دق مثلث ايوه حلو حصل خلنا يمنا كنت تنانين الحين بس خلنا ايش يسمونه غد البيت ونسيف ونحرقه وين البيت كان؟ بالنص صح؟ هني روح البيت قول كم طول الحلقات عشان هذا اقول عارف انا صار تقريبا الحين 12 دقيقة شي ما كم اوكي خلنا نسيف ونحرقه يلا هلا قبوا تعالوا خذوا اوه طلع منا روح شوفوا حلو استروا خسيف خسيف خلاص حلو سارق الجواهر تحت حاقد علي انا هذا اوبن وورد في روم هذا شيكم اوبن وورد اللعبه خسيف خسيف هاي كانت حلقه اليوم شباب اتمنى انكم نالت اعجابكم عطوا رايكم بالكومنت اشوفكم على خير سلام عليكم